السلام عليكم، تنتمنى تكونوا بألف صحة وعافية ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحريشات اللي كيجيو ساهلين بزاف وكيتوجدوا بسرعة. حريشات مالحين بالزيتون والفرماج، كيجيو صراحة بطريقة مختلفة وكيجيو رائعين وخفاف ولذاذ. كنتمنى تحضروهم في البيوت ديالكم وينالوا الإعجاب ديالكم بطبيعة الحال، وكما كتشوفوا معايا فهذا هو الشكل ديالهم. اذا غادي نخليكم مع الفيديو باش تعرفوا على المكونات ديال هذه الوصفه وطريقه ديال التحضير، وما تبخلوش عليا بلا لايك ديالكم الا عجبكم الفيديو وتشتركوا في القناه، ونخليكم مع الفيديو. اذا للمكونات غادي نحتاجوا 500 غرام او نص كيلو ديال السميده رقيقه، غادي نحتاجوا لواحد الملعقه صغيره ديال الزعتر تكون مملوءه، ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه اولا خميره الخبز، وملعقه صغيره ديال الملح، غنحتاجوا واحد الملعقه كبيره ديال سكر سنيده، جوج ديال الاكياس من خميره اولا من خميره الحلويات، ونحتاجوا هنا واحد كاس الا ربع ديال زيت المائده، وانا غادي نضيف لهنا واحد الملعقه صغيره ديال الزبده. ممكن تدمجوا بيناتهم يعني يكونوا هكا دايبين بجوج. غنحتاجوا جوج ديال الفرماجات ونصف لتر ديال الحليب اللي يكون دافئ، واخر حاجه هي الزيتون اسود مقطع شرائح يكونوا رقاق. وغادي نمروا الطريقه ديال التحضير اللي سهله جدا. اول مرحله غادي نوضعوا الخميره ديال الخبز في الحليب اللي كما قلت لكم هو حليب دافئ، غادي نحركوهم جيدا ثم غادي نوضعهم جانبا. بين ما كتفاعل لنا هذه الخميره مع الحليب فكنحضروا باقي المكونات. غادي هنا ناخذوا السميده وغادي نلبسوها جيدا بداك دوك الدهنيات اللي عندنا اللي هما كاس الا ربع ديال زيت المائده مع الملعقه ديال الزبده. انا عندي هنا الزبده طريه فما احتاجتش انني نذوبها، الا كانت عندكم قاصحه فكتذوبوا شويه ديال الزبده وكتخلطوه مع الزيت، والمهم يعطيكم العبار ديال كاس ديال العنبه. اذا بهذا الشكل كنحاول نلبس دوك الحبيبات كاملين ديال السميده بالزيت مع الزبده. اذا على هذا الشكل هذا حتى كي تلبسوا مزيان، ثم من بعد غادي نضيفوا باقي المكونات. عندي هنا الملح ملعقه صغيره مع ملعقه كبيره ديال سكر سنيده، وغنضيفوا كذلك الخميره ديال الحلوه جوج ديال الاكياس، ومن بعد غادي نضيفوا الزعتر. غادي نحاول هكا نحكو شويه بيديه باش كيزيد كيخرج ديك النكهه اكثر، وغادي نحرك المكونات كاملين حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. وملي كيتخلطوا ليا مزيان على هذه الطريقه غادي نضيف الزيتون اللي مقطع شرائح، الكميه كتبقى اختياريه. وهنا غادي نضيف كذلك الجبن مثلثات اللي كما كتلاحظوا معايا قطعته شرائح اولا مربعات صغيره. صافي غادي نخلطهم كذلك مع السميده هكا حتى غادي تخلطوا كما قلت لكم جيدا. صافي، ومن بعد غادي نضيفوا الحليب اللي حضرنا في الاول، خلطناه مع الملعقه ديال الخميره ديال الخبز باش غادي نجمعوا الخليط كامل. اذا نصف لتر ديال الحليب كما قلت لكم اللي يكون دافئ، وصافي غادي نبدا كنخلط هكا حتى يعني غادي ندمجوا ليا هاد العناصر كاملين. غادي يجيكم هاد الخليط هذا شويه سائل، لكن يعني ما تخافوش، فمن بعد ما غادي نخليو هاد الخليط كيرتاح غادي تشرب ديك السميده داك الحليب وغادي يتقل لنا شويه الخليط. ما غاديش يتقال لنا بزاف لان هاد الحريشات كيجيو خفاف، لذا حتى الخليط خصو يجينا خفيف كذلك. اذا انا كما لاحظتوا معايا فغادي نغطي هاد الخليط
بالورق الغذائي، ثم غادي نخلي تقريبا واحد 15 دقيقة أو 10 دقائق على حسب الوقت ديالكم. صافي، وملي كيصبح لنا على هذا القوام هذا كما كتشوفوا معايا، غادي نوري لكم كيفاش كيولي. كيبقى خفيف يعني ماشي ما كيجيش هكا متماسك، يعني نقدروا هكا نكوروه بيدينا، وفي نفس الوقت ما كيبقاش سائل، خصنا نحصلوا على هذا القوام هذا كما كتلاحظوا معايا. صافي، والان غادي نمروا مباشره باش غادي نطيبوا هاد الحريشات ديالنا. هنا غادي نحتاجوا المقلاة اللي ما كتلصقش، فانا غادي نستعمل هنا مقلاة، عندي مقلاة صغيره. الا كانت عندكم مقلاة كبيره فكتديروا يعني بزاف ديال الحريشات هكا كتزيد لكم يعني اعداد اكثر. هنا غادي ناخذ واحد الاطار بهذه الطريقه، بهذا الشكل عفوا، وغادي نوضع فيه تقريبا واحد الملعقه كبيره تكون مملوءه ديال الخليط، وكنحاول نقاد هكا شويه الشكل ديالها. من بعد غادي نحيدوا داك الاطار ملي كنحسوا بها هكا شدت راسها شويه، ثم كنتسناو هكا حتى كطيب شويه من الاسفل، ثم كنقلبوها على الوجه الاخر ديالها. ما تخافوش يعني واخا كي هكا كيخرج شويه ديال الخليط، فكتقادوه بكل سهوله بهاد سباتول او لا بهاد الاداه هادي. صافي، كيتقاد الشكل كما كتلاحظوا معايا بكل سهوله. صافي، جو ملي كان هكا نتاكدوا بانهم تحمروا من الجوانب بجوج، صافي كنحيدوها من المقلاه وكنقدموها مباشره في طبق ديال التقديم. اذا كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالهم، صراحه كيجيو لذاذ بزاف، كنتمنى تجربوهم حيت فعلا كيستحقوا تجربه، وكيجيو لذاذ وخفيف، وتا الوقت ديال التحضير فهو يعني سريع بزاف. صافي، كما قلت لكم بهذه الطريقه كناخذوا الاطار وكننوضعوا فيه تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره ديال الخليط، وملي كيشدوا هكا راسهم شويه من الاسفل صافي كنحيدوا هذاك الاطار، وكان يعني نستمروا بنفس الطريقه، كنقلبوهم على الوجه الاخر ديالهم، وكنبداو كنقادوا الجوانب الى هكا يعني خرج لنا شويه الخليط منهم. اذا كما كتلاحظوا معايا صافي، وملي كيطيبوا مزيان كنحيدوهم من المقلة كما كتلاحظوا معايا. اذا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكملوا الخليط او الكيمياء ديال الخليط اللي حضرناها. وكما قلت لكم الا كانت عندكم مقلات اكبر فممكن انكم يعني طيبوا 3 حتى 4 ديال القطع في دقه واحده باش هكا كتربحوا الوقت اكثر. وكما قلت لكم فصراحه كيجيو لذاذ بزاف، وهذا الخليط هذا كيجي ما بين الخليط ديال البانكيك والخليط ديال الحرشه، يعني كيجي واحد القوام اللي زوين بزاف وكيجي مختلف بزاف. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. كنقدموهم مباشره في طبق التقديم مع الشاي او لا القهوه، الكوتي او لا الفطور كذلك. صافي، وبصحه وراحه. كنتمنى هذه الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم جربوها لان فعلا كتستحق التجربه، وكتجي شي حاجه مغايره، وكيجيو لذاذ بزاف بداك المذاق ديال الزعتر مع الزيتون والجبن. ايضا كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه، والى وصفات قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.